ازيكم يا شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن احوال. اتكلمنا في المره اللي فاتت عن طرق الربط الباك سايت والريسكشن. هنتكلم النهارده على حاجه اسمها ريموت بنش مارك، او اللي انا برفع بالمنسوب او اللي انا بربط بالمنسوب بتاعي، تمام؟ من غير ما يكون عندي نقطه تانية، من غير ما يكون عندي احتسيات من نقطتين، لا ده انا برفع بالمنسوب او بربط بالمنسوب بتاعي. طيب ده في حاله برضو ان انا عايز اصحح نقطه الاحتساب بتاعتي. يعني مثلا انا ربطت دلوقتي مثلا استيشن بوكس، نسيت اظبط المنسوب بتاعي، فاقدر اخش منين الاول وابدا اظبط المنسوب. طيب فاقول له هنا، طيب بص انا عندي هنا ريموت بنش مارك كده. فبيقول له طيب النقطه اللي انت واقف عليها دي نقطه اس 3، تمام، اللي انا لسه ايه كنت عاملها. هيقول لي طب الاي اتش الارتفاع الجهاز، زي ما احنا قلنا بقى المره اللي فاتت احنا عارفين الموضوع دون. طبعا انا مش واقف هنا على ترايبود، فانا هخليها صفر عادي. طبعا انت اللي هتقف على ترايبود، طبعا احنا عارفين الحزه فين، تبدا ان انت تجيب من الحزه لغايه الارض. ارتفاع الجهاز بتاعك الار اتش الريفليكتور هاي، ده اللي بيبقى ايه الارتفاع مثلا ان افترضته مثلا 2 متر. طبعا انت بتبص هنا عندك على البريزم اللي موجود عندك هنا ورا، انا عندي هنا بريزم ورا هنا اهو يا شباب، اللي انا ايه ابص عليها تمام واعرف ايه ارتفاعها قد ايه، بيبقى مكتوب طبعا عليها. انا مثلا 2 متر فاقول هنا نيكست. فبيقول لي طيب البوينت اللي عندك دي تبقى بوينت رقم كام؟ براحتك بقى انت عايز تسميها ايا كان، ممكن نسميها مثلا رقم 4 تمام. هيقول لي طيب بكود معين، لا الار اتش تمام 2 تمام زي الفل. هبدا اقول له طيب ايه ميرور اسهالي كده، هيبدا يقول لي ايه تارجت بوينت ايه نوت فاوند، هو بيقول لي ايه النقطه اللي عند ورا. فاقول له طيب ده نخش هنا شباب، يبدا يقول لي طيب التارجت بوينت عندك رقم كام؟ فاقول له هنا فروم ليست عندي مثلا ايه كانت رقم 2 تقريبا. بيقول له طيب ارتفاع الار اتش بتاعك قد ايه؟ 2 زي ما هو ما اتحركتش. وابدا اقول له هنا ايه ميتر، يبدا ان هو ايه يعمل عمليه القياس الخاص بيه، بدا يلقطها. هبدا ادوس هنا ايه انتر، هو هنا بدا ان هو فعلا ايه يظبط الرفع بتاعته. فبيقول لي هنا ايه تقريبا 1.60 متر يعني تقريبا، وهكذا. والار اتش بتاعي وكل الايه البيانات اللي عندي دي النقطه بالنسبه لك تمام. لو في مشكله عندك بتقول لي ميجر زي ما احنا عارفين، او ريموف لو فيها مشكله، بقول له هنا اكسبت. بيبدا يجيب لي ايه بقى هنا، ها دي فيجن الجديد اللي انا اوريدي ربطت. ماشي، خد بالك لما انا كنت عامل 1000 و10 اول ما ربطت خالص تمام. طبعا ده معدل الخطا اللي ظهر لي لما انا ربطت ريسكشن تمام، لما انا عملت معدل الخطا بتاعي ريسكشن. طبعا لان كنت معتمد على 2 بريزما، طبعا البريزما هنا من مكان قريب فما تبقاش بتنشن عليها بشكل كبير، وبريزما الناحيه الثانيه نفس الكلام. طيب احنا دلوقتي يا شباب ربطنا وعرفنا وعملنا الالفيجن بتاعنا ظبطناه، وانس اللي انا دوست اوكي بدا ان هو يعمل عمليه ايه الربط بتاعي. طبعا هو هنا في بيقول لي ان هنا عندك في ستيشن 4 اوريدي موجوده، فلو انت عايز اللي هي ستيشن 3 اوريدي اللي موجوده تمام. بيقول لي هنا اس تي 3 يعني في حاجه اسمها ايه ستيشن 3، فبيقول لي ايه اوفر رايت يعني نخليها فوقيها يعني، او يعني بدلها اول نيم نخليها اس تي 4 تمام. ستيشن 3 دي اللي احنا كنا عاملينها بتاعت الريسبشن يعني. فبيقول لي انت عايز هنا اس تي 4، اقول له ماشي مفيش مشكله ايه، وادوس هنا ايه انتر او ادوس له اوكي ايهما اسهل يعني. هو هنا فعلا ايه ظبط الدنيا. لو انا برضو بصيت هنا المابا زي ما انا متعود، هيبدا فعلا ان هو ايه يديني ان هو ايه عمل عمليه ايه يا شباب، عمليه الربط. وبكده عرفنا ازاي نربط يا شباب بالفيجن، وده طبعا بيفيدني ان انا ممكن بقى احول الجهاز بتاعي ده لميزان اقدر اجيب منه الفيجن على طول. وانس اللي انا عايز اصحح الفيجن بتاعي برضو اقدر اصححه من الربطه اللي هي ريموت بنش مارك. اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه، شكرا.